تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، أقامت مجموعة العائلة المقدسة في مركز سيدة السلام يوماً روحياً تحدث فيه سيادته حول روحانية زمن المجيء والانتظار والسهر وكيفية الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. أيها الفرج العظيم، أنت في التعب راحة. بتنظيم من مجموعة العائلة المقدسة وتحضيراً للدخول بزمن المجيء المقدس وعيد الميلاد المجيد، رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن في مركز سيدة السلام اليوم الروحي الذي أقامته مجموعة العائلة المقدسة، والذي جاء بعنوان الشعب السائر بالظلمة أبصر نوراً عظيماً. وفي محاضرته ركز المطران الشوملي حول روحانية زمن المجيء والاستعداد وروحانية الانتظار والسهر والتطلع وكيفية الاستعداد لعيد الميلاد وكيف نعيش يومياً حالات الانتظار. يا جماعة، بدكم تعرفوا شغلة وهذه مهمة، نحن نتألم بسبب خطايانا وخطايا غيرنا. إذا بتعملوا فحص ضمير، ليش أنا بتألم؟ معظم الوقت بسبب إما خطاياي أنا أو خطايا غيري. وبعد ذلك ألقى السيد وائل سليمان محاضرة تحت عنوان نعم أستطيع، قدم فيها مشاركة فاعلة وشهادة حية للحضور الذي تربى في أحضان الكنيسة، متسائلا في محاضرته عن مدى قدرتنا على تغيير وجه التاريخ. لأنه موضوع الانتظار اللي إحنا كلنا كبرنا بالكنيسة، والكنيسة دايما هي الكنيسة أم والكنيسة معلمة، لأنه هي علمتنا كل هاي السنين حتى كيف نأكل المسيحية أكل إنه ونحولها من كلمات لأعمال. وفي كنيسة الراعي الصالح وبمشاركة رعية اللاتين في الزرقاء الشمالي، ترأس المطران الشوملي قداساً إلهياً تحدث في عظته عن الاستعداد لعيد الميلاد بالسهر والصلاة. هذه الأعمال الصالحة نقوم بها بفضل الوزنات التي أعطانا إياها الرب، والتي يجب أن نستثمرها كما طلب منا. كن سميعاً يا من على الكاروبيم استوى، أيقظ جبروتك وهلما لخلاصنا. مما جلت فيه عائل من خبز الوطن، فقل ما تنسك واجعل من شعائر عبادتنا هذا عرقونا لخلاصنا.